انا شايف انه فريق المصري كان عنده طموحات عاليه جدا عاليه جدا، جايبين مدير فني متمرس في اللعب في البطولات القاريه، البطولات الافريقيه، حققوا نجاحات مميزه، قدروا ان هم يكسبوا مازيمبي وده واحد من اقوى المنافسين على اللقب في بطوله الكونفدراليه. فجاه الامال في مدينه بورسعيد ومع الجمهور المصري فضلت تعلى تعلى، جت عند لحظه معينه الفريق كله نهار بالظبط الفريق، يعني انا متوقع ان حتى دلوقتي داخل اوضه لبس المصري هم بيحاولوا يلاقوا نفسهم دوافع مش لاقيين دوافع، يعني احنا كنا ممكن نعدي اي حاجه بتحصل، نعدي اي خساره في الدوري زي ما بتقول يا كانوا، عشان احنا عندنا هدف اهم وعندنا تارجت كبير وبنلعب. واحنا انا مثلا عمري ما انسى المشهد بتاع فوز المصري على مازيمبي في دور المجموعات عادي، انا حسيت ان هم فازوا باللقب من كتر المباراه ما كانت فارقه معاهم، واحتفال احمد شديد قناوي في الملعب مع اللعيبه، لان ده كان بيوضح لهم انه لا احنا نقدر، الحلم بالنسبه لنا ممكن. فزي ما بقول فضلت بالونه بتكبر، وكان ممكن بالمناسبه يعني المصري فعلا كان بيقدم اداءات تؤهله ان هو يوصل لادوار ابعد من كده، لكن عند لحظه كل ده راح. في المقابل رجعت لقيت نفسك بتنافس داخل البطوله المحليه، لقيت نفسك بعيد كمان، يعني انت مش في مركز متقدم في بطوله الدوري، فكل الحاجات او العوامل دي خلت الدوافع عند لعيبه المصري بعيده جدا، مع المشاكل الاداريه اللي كانت ممكن اللعيبه تعديها او المدير الفني يعديها بسبب الحلم اللي موجود، كل ده وصل المصري لنقطه من انعدام الدوافع. انا شايف ان المصري محتاج يبدا يلاقي دفع من اول وجديد، محتاج ان هو يحط قدامه هدف يبدا يشتغل عليه، سواء من اللعيبه او المدير الفني، لازم المصري يكون عنده هدف جديد بيسعى ليه، حتى لو الهدف ده مثلا هو المنافسه على المراكز المتقدمه، وان كان في مشكله طبعا كلنا عارفين فيما يخص المقاعد المؤهله لدوري الابطال والكونفدراليه والكلام اللي اتقال من كاس الرابطه، لكن لازم المصري يلاقي له دافع، لان بالمنظر ده انا شايف ان المصري خلاص يعني الدنيا هتفرط من ايديه، ممكن يكسب ماتش يخسر ماتش، مش ما عادش في حوافز عند لعيبه المصري وعند المنظومه بتاعت المصري كلها، وده ما ينفعش مع فريق بحجم المصري مع امال وطموحات الجماهير ومع الامكانيات الموجوده، خاصه ان اللعيبه احنا بنتكلم عن فريق يمتلك عناصر مميزه جدا ومدير فني مميز جدا، لازم منظومه المصري كلها تخلق دوافع جديده.